الحمد لله، يعني الدنيا راقت والدنيا امان دلوقتي. الواحد صار بياخذ حريته وبيتحرك زي ما هو عايز، والحمد لله سينا فيها اهتمام وحاجه رايقه خالص يعني، وبيعملوا الطرقات وكله تمام التمام. سينا تغيرت 90 درجه، كنا فين وشفنا فين. الحمد لله نشكر السيد الرئيس برضو اللي قضى على الارهاب هنا في سينا، والمشاريع الحمد لله كل ما بتروح تتقدم سينا، مشاريعها سكتها الطرق اللي فيها التنمية اللي فيها التطورات الرهيبة اللي احنا شايفينها بصراحة، يعني في جميع المجالات البنية التحتية والإعمار وتصليح بصراحة. وأكثر حاجة يعني بتكلم فيها هي الأمن، في تنمية جامدة يعني. أقول لسيادتك من 2016 وانت جاي في حاجة جديدة، في طفرة، في حاجة بسم الله ما شاء الله. يعني البلد جميله. في تطوير كبير بيحصل في سيناء في مشروعات تطوير ميناء العريش، تطوير مطار العريش، وفي تطويرات على مستوى العريش على مستوى المحافظه، وفي رصف طرق وصرف صحي، وفي حاجات كتير بتحصل على مستوى شمال سيناء والعريش.